موعد بداية السيزون 18 أو الشهر 18. أهلا وسهلا بكم بهذا المقطع. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. شلونكم؟ شخباركم؟ إن شاء الله الكل بخير. جاناكم بحلقة جديدة عن ببجي موبايل. واليوم أصدقائي راح أقول لكم موعد بداية السيزون 18 ونهاية السيزون 17. فقبل ما أبدأ المقطع يا شباب، أتمنى من عندكم تخلون لايك للمقطع، وما مشترك بالقناة يشترك ويفعل زر الإشعارات. فما طول عليكم بالمقدمة، خلوكم مع المقطع. أهلا بكم مرة ثانية. طبعا من نروح على الاربي أو على السيزون، تلاحظون عندنا فوق بالرويال باس اللي هو موعد بداية الرويال باس السيزون 17 وموعد نهاية الرويال باس السيزون 17 أو الشهر 17. مثل ما تشوفون هنا عندنا البداية يوم 11 اليوم 19/11 ونهايته راح تكون يوم 19/12 بهذا الشهر، يوم 19 نهاية يوم 19 بعد الساعة 3 الفجر أو بساعة 3 الفجر راح ينغلق عندنا الرويال باس السيزون 17 أو الشهر 17. تمام، يعني آخر يوم للسيزون 17 راح يكون يوم 19/12 الساعة 3 الفجر. تمام، يعني تاخذ يوم 19/12 كامل من تعبر الساعة 12 راح يصير عندك يوم 20، فانت راح يصير الساعة 3 الفجر بتوقيت مكة المكرمة راح ينغلق عندك الرويال باس، وبعدها بساعتين يوم 20 بالشهر الفجر راح يبدأ معانا الرويال باس السيزون 18. تمام، يعني موعد بداية السيزون 18 راح يكون يوم 20 بالشهر الساعة 5 الفجر. تمام، ونهاية السيزون 17 راح يكون يوم 19/12 الساعة 3 الفجر. آخر يوم بالرويال باس مثل ما قلت لكم يا أصدقائي، آخر يوم بالرويال باس راح يكون يوم 19/12، وبداية الرويال باس السيزون الجديد اللي هو السيزون 18 راح يكون يوم 20 الفجر ان شاء الله. 20/12 الساعة 5 الفجر راح يبدأ معانا الرويال باس السيزون 18. وبالنسبة للتقييم، التقييم ما راح ينغلق، تمام، راح يبقى كما هو الى نهاية السيزون 18. تمام يا اصدقائي، وهسه راح اترككم مع تسريبات الرويال باس السيزون 18 اللي هو نفس السيزون اللي راح ينزل ونفس الجوائز اللي راح تنزل. اكيد كلكم شفتوها، وهذا اللي ما شايفها راح يقدر يشوفها بهذا المقطع. طبعا وصلنا لنهاية المقطع يا اصدقائي، اتمنى منكم تخلون لايك للمقطع، وما مشترك بالقناة يشترك ويفعل زر الاشعارات. وبس خليكم مع التسريبات.